كنا اليوم في زيارة مباركة إلى مواقع العزة والشرف والبطولة والفداء في الساحل الغربي، وكنا في قطاع اللواء الأول تهامة، وكنا في برفقة الأخ القائد المحور الغالي وقائد اللواء العزيز والزملاء الأبطال الشاوس. وفي حقيقة الأمر ما رأيته اليوم شيء يرفع الرأس، وكان يفترض أنني أشارك في رفع معنوياتهم، ولكن الذي حصل أني أنا ارتفعت معنوياتي لأنني وجدت أبطال أصحاب هامات وقامات ومعنويات عالية، وفعلا أدركت أن الحوثي إلى زوال وأن مشروعه سينتهي بفضل الله ثم بفضل رجال الأشاوس الموجودين على أرض الميدان. وجدنا قوات مدربة أعلى تدريب وجاهزية عالية وتستطيع أن تؤدي مهامها بكفاءة قتالية عالية. هناك الكثير مما اطلعت عليه من الجانب العسكري لا أستطيع أن أتحدث به، ولكني أقول أنني وجدت قوات على استعداد قتالي كامل لخوض معركة استعادة الدولة بكل كفاءة واقتدار، تمتلك العقيدة اللازمة التي تستطيع أن تواجه العدو مهما كانت قوته، ولكن الحمد لله العدو أضعف مما يتصور الجميع. طبعا أحيي كل الزملاء المرابطين في الجبهات، المرابطين في الميدان، أحيي القادة الكرام وعلى رأسهم الأخ قائد المقاومة الوطنية النائب رئيس مجلس القيادة الرئاسي العميد الركن طارق محمد بطل صالح على ما يوليه لهذه القوات من إمكانيات كبيرة ودعم معنوي وإسناد كامل. سعيدين بزيارة الأخ العميد الركن محمد الكميم مستشار وزير الدفاع إلى مواقعنا مواقع العزة والكرامة، ونقول له أهلا وسهلا بين أخوتك المقاتلين، وإن شاء الله نبشركم بأن القوات المشتركة هي الحجر الذي يتكسر عليها ميليشيات وأغراضهم وأهدافهم الإيرانية، وإنها النار الحمراء الذي بتحرق الحوثي، وإن شاء الله هذه القوات التي بتستعيد الدولة وتستعيد عاصمتنا عاصمة اليمن صنعاء.